ان ده مش دورهم هم، ده دور الحكومه. قبل كده السادات لما اللحمه غليت منع الذبح لمده شهر على اساس ده مسؤوليته هو، مسؤوليه الرئيس الدوله، مسؤوليه الوزراء. غلاء الاسعار ده مش هنقدر نقول مقاطعه، الناس كده كده هتقاطع علشان انه الحاجه غاليه، اللي بقى يجيب كيلو بقى يجيب نص، لازم هي تيجي كده. انما مقاطعه خالص مش هنقدر طبعا. حضرتك شايف ان هيبقى في استجابه من المواطنين للدعوات دي للمقاطعه؟ هي في استجابه اجباريه، مش مزاجهم. انا النهارده امكانيات اجيب ب 100 جنيه مثلا في الاسبوع، خلوا لي الحاجه ب 200 برضه هجيب بال 100 هي، بس بدل ما اجيب كيلو هجيب نص. تمام، هي تبقى كده. حضرتك شايف ان ثقافه المواطن المصري بتتماشى مع دعوات المقاطعه؟ ايوه، هو طبعا المواطن المصري بيبقى متعلق في اي حاجه يستند عليها، بس تكون حاجه منطقيه، مش حاجه مثلا ما تاكلش اللحمه. وهتلاقي ناس من اللي بيدعوا المقاطعه نفسهم بيشتروا اللحمه وعايزين الشعب هو اللي يقاطع. احنا عايزين حاجه تبقى نابعه من داخلنا احنا، زي ما قاطعنا المحمول، زي ما قاطعنا القاطع. على الرقابه على الاسعار والتجار، هي الحكومه مش دورها انها تراقب على الاسعار بس، الحكومه دورها انها توفر سلع، تشوف مصدر السلع دي فين، وتساعد المصدر ده انه ينتج لنا لحوم ودواجن وحاجات زي كده. انما مش تقلل الحاجه وتقول اراقب الاسعار. طب ازاي؟